مستقبلي. لهنا كل مشروع يطلب ان سيتان زيتاب باش يمر بهم من مرحلة الدراسة وبرد الفكرة مرحلة الدراسة حتى لتمويل المشروع والمتابعة ما بعد الأحداث. دونك احنا اليوم كهيئة المساندة في براتيكمون في مختلف القطاعات كذلك المصادر التمويل. دونك جينا بحثكم باش تحاولوا تعرفوا أكثر الخدمة نتاعنا اون بليس كيسا احنا نتعرف عليكم كنوايا استثمار غدوة باش يتفاعل معناتها باش يسهل برشا. فوالا دونك مركز أعمال مسير شنو هو المركز؟ دونك مركز أعمال مسير وهيك المساندة لبعث المشاريع مؤسسة عمومية دونك يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. مراكز أعمال معمين على كامل تراب الجمهورية دونك براتيكمون في كل ولاية يوجد مركز أعمال. دونك شنو يقدموا المركز أعمال هذوما؟ دونك مركز أعمال مسير وهيك المساندة لبعث المشاريع يصدر خدمات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والباعثين والمستثمرين بقطع النظر على المستوى التعليمي كذلك درجة تقدم المشاريع كذلك دون اعتبار قيمة الاستثمار. مراكز الأعمال تطلع بالأنشطة التي تساهم في تيسير إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات التي يحتاجها الباعثون والمستثمرين للتركيز أو تطوير مشاريعهم. دونك هذه دونك نحكيو على كرياسيون أو بيان ديكستونسيون تاع لي بروجي. الخدمات اللي يقدموها مراكز الأعمال دونك الاستقبال والتوجيه. في مراكز الأعمال يقع استقبال وتوجيه كل الراغبين في إحداث أو توسيع مشاريعهم لمختلف الإحاطة والمساندة ومصادر التمويل المتوفرة. كذلك الإرشاد والإعلام. دونك يقع إرشاد وإعلام الباعثين والمستثمرين حول مختلف إجراءات بعث المؤسسات، التشجيعات والحوافز المتوفرة لفائدتهم، فرص الاستثمار الواعدة والمجالات والشراكة المتاحة، أماكن النشاط الممكنة والميزات التفاضلية، كذلك التظاهرات والملتقيات الاستثمارية على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، المساندة في البحث عن فكرة مشروع. دونك سيرتون مو فهم برشا أصحاب نوايا الاستثمار ترغب في بعث مشروع مي تعوز الفكرة نتاع المشروع. دونك عن طريق حلقات تكوينية لأصحاب نوايا الاستثمار تمكنهم بطريقة عملية من إيجاد أفكار مشاريع تتماشى مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم. دونك مراكز أعمال كيما تنجم تستقبل العباد اللي عندها أفكار حاضرة وباش تنطلق في الإنجاز نتاعها، وبيان عباد ترغب في بعث مشروع مي ما عندهاش افكار المشاريع، ولهنا كما قلنا دورة تكوينية يقع البحث عن افكار المشاريع. الاحاطة والاستشارة لي سيونس دو كوتشينغ. دونك حصص الاحاطة والاستشارة هذوما حصص مشخصة اسبوعية يشرف عليها خبراء في مجال بعث المشاريع لتقديم النصح والارشاد والتوجيه والايضاحات اللازمة حول مختلف التساؤلات خلال كافة مراحل انجاز المشروع. دونك في المرحلة هذه سيرتانمون مش بعث مشروع باش يكون جيني في كل شيء، سيرتانمون باش يغيبوا عليه حاجات. لي سيونس دو كوتشينغ هذوما لي سيونس بيرسوناليزي يقع مع الكوتش باش يوجهوا ويرشدوا. المرافقه لي سيونس داكومبانيمون دونك توفير حصص مرافقه مشخصه يؤمنها خبراء واساتذه جامعيين ومرافقين مختصين في العديد من المجالات لانجاز مخطط الاعمال والدراسات اللازمه. دونك كل بعث مشروع باش يقدم غدوه البنك اول حاجه باش عليه دراسه المشروع، واي مشروع يطلب دراسه. دونك في سونتر دافير يقع اعداد الدراسات هذه. الدراسات تكون من تروح فولي، دراسة السوق والدراسة الفنية والدراسة المالية. دونك عندنا الكوتشينغ لاكومبانيمون توا الفورماسيون التكوين. دونك يقع تكوين بعث المشروع في مجالات تتعلق بالتصرف الأمثل في المشروع نتاعو على غير إدارة المؤسسات، التصرف الأمثل في المشروع، الإطار القانوني لتأسيس الشركات، تقنية التسويق والتصدير، الالتزامات الاجتماعية للبعث سي ان اس اس، فيسكاليتي القباضة، تقنية التنمية الذاتية للبعث. هذوما أهم لي تام، فما دي تام خرين كيف ولا نعدو لبعضو. استكمال خطة التمويل. دونك تعدينا بالإتاب نتاع الفورماسيون لاكومبانيمون الكوتشينغ، لهنا شنو باش نمشيو نخدمو التمويل نتاع المشروع. في المرحلة هذه يقع إرشاد الباحثين حول آليات ومصادر التمويل المتوفرة وكيفية تدخلاتها حسب طبيعة نشاط المشروع وكلفته. علاش لهنا مصادر التمويل متعددة. دونك عندنا بنوك لليف دي كريدي إترونجير، الجمعية التنموية، وكل مصدر تمويل عنده الميزات نتاعو والطريقة نتاع التمويل. كذلك مساعدة الباحث على إعداد خطة التمويل المثلى التي تحد من تداعي المشروع باش غدوة ما نقعدوش في مشاكل نتاع فلوس وكذا مع البنكة. كذلك تنظيم ورشات التمويل. المتابعة مع بعض الأحداث لو سوفي بوست كرياسيون، هذه أهم مرحلة في حياة المشروع بليتو ديمومة المشروع. المرحلة هذه يقع متابعة الباعثين لمدة 3 سنوات بعد مرحلة التركيز النهائي للمشروع والدخول الفعلي في النشاط. دونك بعد ما يعمل لاكومبانيمون وياخذ فلوس مع البنك ويدخل اون برودكسيون
من الجور اللي يعمل كونستيوشن جديد وندخل في برودكسيون عنده لمدة 3 سنوات متابعة مع بعض الأحداث. هل المتابعة هذه يأمنوها خبراء عن طريق زيارات ميدانية لأماكن نصب المشروع لضمان نجاح المشروع وديمومته ومساعدة الباحث على وضع استراتيجيات تطوير المشروع وتوسعته، والأهم هي الحفاظ على مواطن الشغل المحتثمة. مجالات التدخل اللي يشملها مراكز الأعمال، مركز الأعمال يشمل مختلف القطاعات، دونك الصناعة، التجارة، الفلاحة، المهن الصغرى، الصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، دونك مجال التدخل بتاعنا في مختلف القطاعات. دونك زيد مرة أخرى ولا دونك الفئات المستهدفة. فئات المستهدفة بصفة عامة هو أي شخص يرغب في بعث مشروع، دونك سواء نحكيه على باعثين نحكيه على مستثمرين. الباعثين في إطار الإفراق، خريجي مراكز التكوين المهني، المتحصلين على كفاءات مهنية، حاملي شهادات تعليم عالي، والمستثمرين. دونك اون جينيرال دونك اي شخص يرغب في بعث مشروع، دونك الناس كل كونسرني بالخدمات اللي قدمها من السنتر. دونك هنا نشوف لتفعيل نشاط مراكز الاعمال، تم امضاء العديد من الاتفاقيات في حدود 22 اتفاقية، هذه ابرز الاتفاقيات. دونك هذوما ليش دونك غدوة احنا باش نحاولوا ندخلوا مع بروموتير. دونك مجال التدخل نتاعنا باش يكون واسع ومعمق عن طريق الاليات، عن طريق الاتفاقيات الممضات مع مختلف الهيكل هذوما، كما وكالة الهروب بالصناعة والتجديد لابي، بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطة لابي اف بي بنك، الديوان الوطني للصناعة التقليدية، مركز النهوض بالصادرات، البنك التونسي للنظام لابي تي اس، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، اساتذة جامعيين، المركز الفني القطاعية، هيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، كما قلنا اتفاقيات هذوما لتسهيل مجال التدخل مراكز الاعمال. هذا على المستوى الوطني. دونك على المستوى الدولي فما 3 اتفاقيات، دونك فما الوكالة الألمانية للتعاون الفني للجائزات، هيئة الإحاطة الكندية، ووكالة التعاون الدولي والتنمية المحلية بمارسيليا لاسين. ولا دونك هذوما مختلف مراحل إنجاز المشروع. دونك سيرتان مو غدوة أي صاحب نية استثمار شبث مشروع متاعه في أي قطاع كان ومهما كانت الكلفة، راه سيرتان مو باش يمر بمختلف المراحل هذوما. المرحلة الأولى هي مرحلة بروالة الفكرة، المرحلة اللي بعدها الدراسة والتكوين، البحث عن التمويل، الإجراءات الإدارية والقانونية، التركيز ومرحلة الإنتاج، المتابعة ما بعد الأحداث. مختلف المراحل هذوما هما يشمل مختلف تدخلات متاع هيكل المساندة اللي بحثاكم اليوم. مركز أعمال مسير موجود في مسير أو سونتر فيل طريق القروان بالضبط مقابل أجانس تونسيانا، دونك شارع المجاهد الأكبر، عمارة خليفة، الطبق الثاني 5000 المنستير. دونك احنا اليوم جينا بحثاكم، غدوا نستناوكم باش تجيو بحثنا. الأبواب مفتاحنا، الأبواب نتاعنا مفتوحة لكم، وبارك الله فيكم. شكرا سي منير. كيف كيف بعد نجم نزيدوا نطوروا المداخلات نتاعنا بالتساؤلات اللي موجودة، باش نكملوا مع هيكل المرافقة. هيكل المرافقة الهيكل اللي بعد سي أيمن شهلول، مرحبا بك، مدير محضنة المبادرات المتجددة بقصر أهلان. تفضل سي أيمن. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم. قبل مدام حضر نقول على البرزنتاسيون، نحب نشكر الغرفة الفتية للتصدير بما اني احد قدماء الغرفة، نقول لهم يعطيكم الصحة على نوفيل جينيراسيون تاع جي سي اي تري بيرفورمونت، جيسبير ان شاء الله المستقبل تاعكم قرب الميكرو خارق العادة. بارك الله فيك. وعلى رأس خونا أسامة بطبيعة الحال لأنه قام بالمبادرة هذه معنا في التنظيم وفي التحضير. دونك محضنة المبادرات المجددة، هي المقر نتاعها موجود في ليزات قصر الليل بحداكم هنا في قصر الليل، تتكون من 7 مكاتب للباعثين والليبرجومون، نحكيكم بعد شوية سوسيل مع الليبرجومون، ثم 3 بيرو بور الكوتشينغ إلى كومبانيمون بعد شوية نفسرو، ثم دوتر بيرو للبحث وللاجتماعات والإعلامية، بما أنه بعد شوية أنتم تشوفوا في الأبواب تاع الخدمات اللي نقدموهم مهمين شوية. تعريف محضنة المؤسسة هي هيكل استقبال وتوجيه ومرافقة للباعثين خاصة في المشاريع ذات الطابع التكنولوجي والمجددة تستدير إنوفونت. في هذا الإطار هي أيضا أداة تطوير الاقتصاد المحلي وجهوي، توفر دعم لأصحاب أفكار المشاريع كافة أنواع الدعم، يعني من التكوين والمرافقة
المساندة وبعد شوية المتابعة يعني بعد تكوين المشروع. كما قلت لكم ثم ثلاثة أبواب في العمل نتاعنا، ثم التكوين والتأطير، المرافقة وإعداد المشروع، والمساندة والمتابعة. باب التكوين والتأطير، التكوين والتأطير فيه تروا نيفو. البرومي نيفو للناس الخيال اللي ما عندهمش فكرة أصلا، وإلا الفكرة بتاعه إني با أونكور فاليدي، اللي عنده فكرة لكن غامضة برشا ما يعرفش منين يبدا، إلا با أونكور فاليدي ليدي بتاعه، باسكو الفكرة باهية خايبة متوسطة منين باش نبدا، رخصة، السؤالات الكل اللي نسألوها. وإلا بعض الخيال اللي تلقاه يقول لك نحب نعمل بروجي مي جو سي با كومون فا، ما عنديش حتى فكرة، براتيكمون جو سي أبسولومون ريان المحيط اللي موجود فيه، كيفاش نعمل ولا كيفاش نطلع هالفكرة هذي. دونك هذا النيفو 1 تاع الفورماسيون. النيفو 2 سي لي بيرسون اللي عندهم فكرة صحيح، ليدي واضحة ويعرف شنو يحب يعمل، لكن لازم يحضر المخطط الأعمال سكون أبل بوان دافير، بتاتر نحكيو على دي بروجي إنوفون، على بروجي جديد يحتاج باش يعمل بروتوتيباج، يحتاج باش يعمل سيرتيفيكاسيون، إيطالوناج، برشا حوايج تدخل في الكتاب هذايا، وأوتروتر باش يحضر مخطط الأعمال بتاعه، برشا من الخيال تلقاهم القراية بتاعهم ماهيش في جيستيون. دونك كلمة كابيتال ولا شنو دور تدريب ولا كلام الكل، إن كومبرين باس إتيود دو مارشي وماركتينغ وكذا الكل. دونك التكوين هذا باش يعطيهم على الأقل الأداة الأولى باش يفهموا هذه زابيسير الإيجابيات هذي، باش غدوة كي باش يخدم المخطط العمل بتاعو ينجم يخدم المخطط العمل بتاعو وينجم يدافع عليه غدوة قدام سوا دي زاسوسيي ولا دي بونكي يبدو أرجيومونتي. النيفو 3 دو فورماسيون هو الناس اللي ديجا حلت، تعرفوا ثم مسألة مهمة جدا للناس اللي حلوا بروجي، ونبار توجور ثلاثة سنين الأولى دو ليزولمون دو كرياتور، يعني عادة البورتور دو بروجي العام الأولاني كيحل يبدا من ناحية عنده الكور دو ميتيي نتاعو اللي قاعد يخدم فيه، ومن ناحية ثانية معاملاته مع المحيط اللي هو فيه من ديوانة من بنكة قباضة نابورت. وفي أغلب الأحيان نجيو نلاحظوا أنه خاصة كي يبدا جو يكون أول مرة تجربة نتاع حل المشروع يضيع ما بينات الزوز هذوما، سواء دونك باش يتلاها بوحده بإنسان أخر، سواء ما يتلاهاش بالزوز ويدخلها بعضها. واش معناها؟ يعني ينجح في الكور دو ميتيي نتاعو، معناها يصنع في قطعة معينة ويصنعها مليح، لكن عنده برشا مشاكل مع البنك، ما ديكلاراش ناس، ما عرفش كيفاش يتصرف مع 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 البنك نتاعو، وبتاتر عنده مشكلة مع الديوان، برشا حاجات تصير كيما هكا، ولا العكس، وإلا يضيع برشا وقت مع الإدارات هذي الكل، ويضيع الكور دو ميتيي نتاعو، ويولي عنده مشاكل مع الكليونات ومع الفورميسور، وبتاتر حتى مشاكل داخل المحل نتاعو. دونك كون يصير في 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 النيفو 3 هذا، أنه هل الحاجات اللي تظهر بديهية للناس اللي قدم في البروجيات هما يستملكوها، ستادير كوا إكزومبل تيبيك باش نجمو تفهمو كيس كون في، مثلا زعما برشا من الخيال لاحظنا أنهم حتى الديكلاراسيون فيسكال نتاعو كل شهر ما يعرفش يعمرها، الورقة نتاع ترونزيتير نتاع الديوانة ما يعرفش يعمرها، الأفيلياسيون باش يعملها للسي إن إس إس ما يعرفش يعملها. وهذوما الكل يلقى روحو يضيع في وقته، يمشي يكون تابليه ومتاع شنو وكذا، برشا حاجات كيما سيت فورماسيون لا تعطيك لاكيزيسيون دو سي كونيسونس اللي هما بازيك مي تفتقدهم. دونك هذا النيفو 3 دو فورماسيون. الشروط الوحيده كيما قلنا في الدو و 3 انه توفر فكره المشروع، بما ان احنا نهتموا بالمشاريع الصناعيه والخدمات ذات طابع تكنولوجي ومتجدد، اللي نطلبوه من الخيام في النيفو 2 و 3 انه تكون الفكره كمان فيها طابع تجديد. ان شاء الله بعد شويه في لي زاتولي نحكي لكم كيش كون بدير با لينوفاسيون و طابع التجديد. بالنسبه للنيفو 1 دوت بيرسون ينجم يتفضل. باب المرافقه وعدد المشروع، قلنا من اهم الحوايج انه بعد ما سي سكرنا الايدي نتاعنا ونعرف كيش كون فير اكزاكتومون، باش نحضروا مخطط العمل لو بلون دافير اللي هو دوكيومون ادمينستراتيف باش نتعاملوا مع كل الخيال باش نتعاملوا كي سوا بونكي اسوسي بارتنير غدوه كليون ولا غيره، باش نتعامل مع البلان دافير هذا هو الاساس نتاع البروجي نتاعك، هو اللي يحكي على البروجي نتاعك. دونك سي تري امبورتون في الكار هذايا باش نقدمو له كل الدعم عن طريق دي كوتش دي زكسبير يكونوا معاك باش نسكر هالبلان دافير هذايا. ديون دو دو سي اون بارت دو بروجي اندستريال ا كاركتير انوفون، في برشا حالات نلقاو اون بيزون سيرتيفي العمليه اللي عملتها بروف اوف كونسيبت، سادير كو خدمت حاجه سبيسيال جديده لازم ميكانيزم معين، لازم إدارة معينة تعمل سيرتيفيكاسيون على سو تيب دو برودوي اللي سيرتيفي وعندك الطابع نتاعك، وإلا لازم يعمل ليتالوناج، إلا لازم يعمل بروتوتيباج، برشا حاجات كيما هذي اللي للأسف الشاب ساعات تكون هي فران باش يعمل هذا برودوي بالحق تري انوفون وإلا تري بيرفورمون. دونك هذوما الكل لازم نقوموا بهم، عندنا عديد هيك نتعاملوا معاهم، تاع
كيما لي سونتر تكنيك كيما لي لابو سوا بريفي لي بوبليك كيما عندنا دي لابو اخرين دي سونتر اخرين في الخارج نتعاملوا معاهم دونك كادرو لا ديجا عندنا شكون من الاخرين ديجا في الخارج مشي عندي في ستاج بروفيسيونمون عندنا جماعه باش تعمل سيرتيفيكاسيون لي ميتيدي دونك ما تخافوش من بروجي انوفون ولا من برودوي انوفون عندنا لي مويان باش نعاونوك في برودوي انوفون هذا دونك الفترة هذه نتاع بين مرافق وباب عدد المشروع هي على فاز مهمة جدا في البروجي نتاعكم انتوما وكيما تراو هي تأطير فردي سيدير كا باكا كل واحد باش نخدم معاه ابار يورا دي زيكسبيري دي كوتش ليكم انتوما يورا دي تيرس بارتي باش يتعاملوا معاكم زادا في وسط المحضة لو بيوت على فاز باش نصبوا دوسينا على اون بانك كيتا كيما باش يمشي تاخذ الفلوس والا لي سيكار اذا كان حاجة رونفورسمون دو كابيتال والا دي بزنس انجل اللي هما سون دي اسوسي في إدارة جمعيات اللي يعاونوا يدخلوا في البروجيات. باب المساندة والمتابعة سي بوست كرياسيون، لأن حلينا ديجا البروجي نتاعنا، وكيما قلت لكم لهنا نتعاونوا بطريقة احنا بفلكة ونسميوها طريقة الصميم، مش معنى طريقة الصميم؟ سادير كو لي بيرسون كي أون بوزوان دو لا بيبينيير وإلا عندهم مشكل ولا عندهم ديسيزيون أبروند وإلا أي حاجة كانت عندهم، إيزون لي نيميرو نتاعنا، يعرفوا البلاصة نتاعنا. ويعرفوا المؤامرة اللي عندهم كل ينجموا يكلمونا في كل الحالات سواء احنا عندنا الخدمة نجموا نقدموها ديريكتومون سواء نوريون فير دوتر ستكتور اللي هي باش تعاملوا الكا